تنضم إلي هاتفيا من الرياض مدير برنامج تنمية رأس المال في الهيئة السعودية للفضاء الأستاذة إلهام الحربي. مرحبا أستاذة إلهام. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعطينا نبذة سريعة عن برنامج تنمية رأس المال البشري الوطني. تمام، أول شيء شكرا على الاستضافة وشكرا لاهتمامكم بالأنشطة وأخبار الهيئة السعودية للفضاء. طبعا برنامج تنمية رأس المال البشري هو أحد البرامج الممكنة لقطاع الفضاء في المملكة، تم تأسيسه بهدف تطوير الكفاءات السعودية في مجال الفضاء والاستفادة أيضا من مجال الفضاء لإلهام الشباب السعودي. نعم جميل جدا. طيب، وقعت الهيئة السعودية للفضاء يعني برنامج تنفيذي مع جامعة الفضاء الدولية، ما هي أبرز مجالاته وما أهداف هذا التعاون؟ تمام، بالبداية خليني أعطيك فكرة بسيطة سريعة عن الجامعة. هذه الجامعة الفضاء الدولية تم تأسيسها في عام 1987 ميلادي، وتعمل على تطوير قادة المستقبل للمجتمع الفضاء الدولي من خلال توفير برامج تعليمية متعددة للمتخصصين والغير متخصصين في مجال الفضاء، حيث تعمل الجامعة أيضا كمنتدى دولي لتبادل المعرفة والأفكار في مجال الفضاء. منذ تأسيسها خرجت أكثر من 5000 طالب من أكثر من 100 دولة، إلى جانب وجود شبكة من المتخصصين والقادة في مجال الفضاء والذين يدعمون الأنشطة المهنية والتعليمية والتعاونية في مجالات الفضاء الدولي. البرنامج يركز على دعم برامج التعليم الفضاء والتدريب ولتدريب الكوادر الوطنية في مجال الفضاء، وأيضا لتبادل الخبرات وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال الفضاء الدولي. الهيئة السعودية اليوم للفضاء تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية في المجالات العلمية وتبادل الخبرات الأكاديمية، وذلك لنشر الوعي بعلوم الفضاء ومجالاته ودعم كل ما من شأنه تعزيز الأبحاث العلمية المتعلقة بقطاع الفضاء. نعم. طيب، ما هي أبرز المجالات الموجودة في هذه الجامعة؟ كما ذكرت لك أخوي، أبرز المجالات اللي هي المجالات التعليمية والتدريبية والتوعوية. برنامج تنمية رأس المال البشري الوطني شامل وطموح، ويهتم في تنمية القدرات الوطنية لقطاع الفضاء في المملكة، ويتمثل ذلك من خلال تقديم الدعم الأكاديمي المناسب لتعزيز طاقاتهم وقدراتهم في علوم الفضاء ومجالاتهم. ومن هنا تأتي أهمية الشراكة مع الجامعة الفضاء الدولية، حيث تعتبر هي أحد الصروح التعليمية المميزة دوليا لتبادل الخبرات والمعرفة. نعم جميل جدا. مدير برنامج تنمية رأس المال في الهيئة السعودية للفضاء إلهام الحربي، شكرا جزيلا لك.